بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. نحن في الحلقة الثالثة من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، وكنا قبل الفاصل نقول بأن دوافع الزواج ستة، وحلقة اليوم عنوانها دوافع الزواج. الدافع الأول هو الدافع الديني، والثاني هو الدافع الاجتماعي، والثالث هو الدافع الجنسي. أما الدافع الرابع فهو دافع الوالدية، وهذا دافع مهم جدا. نساء عديدات يتزوجن لأنهن يحلمن منذ نعومة أظفارهن أن يحملن طفلا ويضعنه على صدورهن ويقولون له يا ماما. تزوجن بحثا عن الطفل. ورجال آخرون يتزوجون لأنهم يحبون الأولاد، يحبون أولادا ذكورا أو إناثا، يحبون أولاد يلعبون معهم، دافع الوالدية. المشكلة إذا جاءت امرأة تحب كثيرا الأولاد وزوجها لا يطيق الأولاد، هو يقول أنا لا أريد أولاد، هي ربما تؤانسه وتماشيه وتجاريه وتسايره، لكن الدافع في قلبها يحترق، هي تريد طفلا، هي تزوجت بحثا عن طفل. إذا لم يعي هو دافع الوالدية عند زوجته، هذا الأمر سيودي بهما إلى خصام أو إلى طلاق أو إلى شجار، ويكون سبب الطلاق فقد الولد. بالطبع المرأة أو الرجل سيبرز أسباباً غير حقيقية للطلاق، لكن هدفه العميق الوالدية، أن يروي دافع الوالدية. في الأدب العربي قالوا بأن أماً، حتى نقرأ دافع الوالدية عند الأم، إن أماً كانت تنظف ولدها الصغير الذي ملأت أوساخه الخاصة ثيابه. وراقب سوء هذه الرائحة وسوء هذا المنظر، كانت شاعرة لقد كتبت هذه الأبيات، تقول وهي تنظف وليدها، تقول يا حبذا ريح الولد، يا الله ما أجمل هذه الرائحة. تخيلوا الأم التي هي، نحن ننظر إلى هذه الرائحة أسوأ النظر، هي تقول يا حبذا ريح الولد، مثل الخزامة للبلد. الخزامة ريح تأتي بالعطور إلى بلاد معينة، تقول أوه يا حبذا ريح الولد، مثل الخزامة في البلد، أهكذا كل ولد أم لم يلد مثلي أحد؟ الأم دافع الوالدية يمر مورا داخل قلوب الأمهات، ويمر مورا داخل قلوب الآباء. إذا جاء زوج وقال لزوجته أنا لا أريد الأولاد، أجلي سيرة الأولاد 5 سنوات قادمات، وهي تزوجت لأجل الأولاد، خلال هذه السنوات الخمس سيحصل شجار بينهما وصدام، وربما يذهبا إلى الطلاق، والسبب فقد الولد. من هنا يا أيها الإخوة، منع الإسلام تحديد النسل. لا يجوز في الشرع أن يصدر قانون من أي جهة كانت ليقول يمنع على كل أسرة أن تنجب أطفالا أو أن تنجب أكثر من طفلين. في بلد شرقي صدر قرار أنه لا يجوز لأسرة إلا أن تنجب طفلا واحدا، فكانت هذه الأسر تنجب طفلا وتتوقف، لكن بعض الأسر كانت تحب الإناث، فإذا ولدت ابنا ذكرا ماذا ستفعل؟ لقد كانوا يقتلون هذا الوليد، ولعلهم يحبون الذكور، فإذا ولدوا فتاة أنثى قتلوا هذه الوليدة، لأن القانون الرسمي لم يكن يبيح إلا ولدا واحدا. في الإسلام لا يجوز تحديد النسل، لا يجوز أن نصدر قانونا رسميا نجبر الناس فيه جميعا على عدد محدد من الأولاد أو على منع الأولاد، لكن يجوز تنظيم النسل، أن نوعي الناس، نقول إذا أنت عندك قدرة تربوية ومالية وأخلاقية ودينية أنجب بمقدار قدرتك، النصيحة أن يكون عدد أولادك كذا، النصيحة أن تتباعد فترات الحمل كذا، لكن لا يجوز في الشرع القضاء أو تحجير وتضييق دافع الوالدية، لأن دافع الوالدية من دوافع الزواج الستة. الدافع الخامس وهو دافع مهم، الدافع النفسي.
هناك قضايا نفسية يتزوج لأجلها الناس، مثلا قضية الشعور بالحب، أنه محبوب، الإنسان يحب أن يكون محبوبا في جماعته، محبوبا عند أشخاص حوله، محبوبا في أصدقائه، محبوبا مع زوجته، والزوجة كذلك. لذلك أنت ينبغي إذا كنت زوجا جيدا أن تملأ هذا الدافع لزوجتك، قل لزوجتك إنك تحبها. وما علي، لقد قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما سأله عمرو بن العاص، عمرو بن العاص ذكي جدا، صحابي جليل، وهو واحد من الدواهي الأربعة للعرب، دواهي العرب أربعة، معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وزياد ابن أبيه والمغيرة بن شعبة. عمرو بن العاص ذكي جدا، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قائد سرية، وترك في الصحابة أبا بكر وعمر. وقع في خاطر عمر إنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أمره وترك تأمير أبي بكر وعمر. لما رجع عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم خلى به في جلسة خاصة، قال: يا رسول الله، أريد أحدثك حديث. قال: تفضل. قال: من أحب الناس إليك؟ يريد عمر أن يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أنت يا عمر، وضعتك أميرا. ويسجلها عمر في التاريخ أن رسول الله قال: عمر أحب الناس إلي. قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة، زوجتي عائشة. تخيلوا يا أيها الإخوة أن يعلن هذا على منبر المسلمين، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة أحب الناس إلي. عمرو قال: يا رسول الله، من الرجال، ما أريد النساء. قال: أبوها. قال: طيب، ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم من؟ قال: عثمان. قال عمر: فسكت مخافة أن يؤخرني، أن يجعلني آخرا، خلاص بلاش ما أسجل لنفسي هذه المرتبة البعيدة. الشاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أمام الناس إنه يحب زوجته عائشة. وتخيل عائشة وهي في بيتها بلغها هذا الخبر: رسول الله يا عائشة قال اليوم في المسجد إنك أحب الناس إليه. ستفديه بعينيها. لذلك فعلا عائشة وسائر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم فدينه بأرواحهم وبنفوسهم لحسن تعامله مع زوجاته. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، وإن زوجتك خير من تعلمها بأنك تحبها. أو أنت أيها الزوجة قولي لزوجك إنك تحبينه، هذا دافع نفسي. ثم هناك دافع التقدير، وهذا دافع نفسي. كل إنسان يحب أن يقدره الآخرون. الزوج يحب زوجة تقدره، تحترمه، تمسح على كتفه وتقول: أنا أعتز بك، أنا فخورة لأنني زوجتك. يفرح لأن هناك من يقدره. الحياة المادية أيتها الفتيات صعبة جدا، ما يلقاه أزواجكن خارج البيوت صعب جدا، هم يحتاجون أن يرجعوا إلى البيت ليشاهدوا زوجة تقدرهم. أما إذا شاهدوا زوجة لا تعتني بهم، لا تحترمهم، لا تقدرهم، لا تقدر تعبا لهم، فإنهم سيشكون، وسيؤدي هذا الأمر إلى صدام، وربما أدى إلى طلاق. وكذلك الزوجة تحتاج إلى تقدير. زوجتك أحيانا لو جلست في البيت من الصباح إلى المساء لتراقبها، والله لما استطعت أن تطيق إقامة في ذلك البيت. إنها تعتني بالأولاد وتعتني بالبيت وتعتني بالأسرة وتعتني بمتطلباتك عندما تعود، وهذا أمر صعب جدا. هي بحاجة إذا عدت إلى بيتك أن تقول لها: الله يعطيك العافية، ما شاء الله، والله غسل اليوم الجلايل تعباني، الله يخلي لنا ياكي. تفرح جدا هذه الزوجة بزوج يقدرها ويقدر عملها، وهذه حاجة نفسية. هناك حاجة نفسية، الهروب من الوحدة. بعض الناس يتزوجون هروبا من الوحدة، يخاف من الوحدة، أو هي تخاف من الوحدة. الآن العجيب أن شابا يتزوج
ثم يمضي سهراته مع أصحابه إلى ساعة متأخرة في الليل، إلى الساعة 12، الواحدة ليلا، إلى منتصف الليل. وهذه الزوجة التي تزوجت فرارا من الوحدة ما زالت تشعر في الوحدة، لذلك ستصطنع مشاكل في البيت لتذهب مع زوجها نحو طلاق. تزوجت هي هروبا من الوحدة، وربما تزوج زوجك هروبا من الوحدة. لا تؤاخذوني، بعض النساء يذهبن في كل يوم إلى حفلة عرس جديدة، وبعضهن عندهن قوائم للأعراس. هذه مشكلة. حتى لو ذهبت المرأة إلى المسجد هذه مشكلة. لو ذهبت المرأة كل يوم إلى المسجد وتركت واجبات بيتها هذه مشكلة. لذلك قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في صلاة المرأة أن صلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في حجرتها في بيتها داخل الغرفة خير من صلاتها في دارها. إن أكبر عبادة للمرأة أن تعتني بهذا الزوج وبهذه الأسرة. آخر هذه الدوافع الستة الدوافع الخاصة. هذه الدوافع بعضها خطير إذا كان موجوداً عند أحدنا ممن يشاهدنا أو يسمعنا أو يحضر معنا، ينبغي أن يصححه. بعض الناس يتزوج للحصول على المال، يقول يا أخي هذه مليونيرة، هذه أبوها مليونير، والله إذا تزوجتها إن شاء الله بيصير الإرث لإلي. هذه مشكلة، زواج فيه بحث عن المال. بعض الناس يتزوجون نكاية، يعني بالجكارة. أنا أنصح كل فتاة علمت أن هذا الشاب سيتزوجها نكاية بزوجته الأولى ألا تفعل. لا ترضي أبدا أن تكوني زوجة نكاية بزوجة أولى، لأنه سيطلقك إذا راق الحال بينه وبين الزوجة الأولى. جاء في الأثر: من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا دناءة. هذه هي أيها الإخوة الدوافع الستة للزواج. الحق أن أحد الفنادق الشهيرة في بلدة عربية إسلامية أجرى 16 عقد زواج وحفلة عرس خلال 6 أشهر. الفندق راقي جدا، والمال الذي بذل في هذه الحفلات كثير جدا. الآن هذا الفندق بعد سنة أراد أن يكرم هذه الزيجات التي حصلت فيه خلال هذه الأشهر الستة. اتصل بهم، شاهد أن 13 من 16 قد طلقوا بعد سنة. يبدو بأن الدوافع لم تكن دوافع صحيحة. هذا هو حديثنا اليوم عن دوافع الزواج. أرجو أن أكون قد أفدتكم بهذه المعلومات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين. رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل. يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله. رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل. يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى
الطيب مبسميها عبير المسك بالقول فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثالثة من حلقات الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. كنا تكلمنا في الحلقة الأولى عن دعوة الإسلام إلى الزواج، وفي الحلقة الثانية تحدثنا عن حكم الزواج، وحديث اليوم عنوانه دوافع الزواج. لماذا يتزوج الناس؟ لماذا تتزوج الفتاة؟ ولماذا يتزوج الشاب؟ علماء النفس أيها الإخوة يقولون إن سلوك الإنسان نابع من دوافع. لا يوجد شيء من أفعال الإنسان في هذه الحياة إلا وهو نابع من دافع، ودوافع الإنسان مرتبة. بمعنى أنت تكون جائعاً، دافع الجوع يدفعك باتجاه المطعم لتتناول وجبة من الطعام. هذا السلوك الذي جرى في أثناء ذهابك إلى المطعم وتناولك الطعام نابع من دافع اسمه دافع الجوع ودافع العطش. الآن ما دوافع الزواج؟ السلوك متأثر جداً بالدافع. لا بد لكل شاب يريد أن يتزوج أن يعرف ما دوافع زوجته للزواج؟ لماذا تزوجت هذه الفتاة به؟ والزوجة ينبغي أن تعرف لماذا تزوج هذا الشاب بها؟ لماذا رضي بها زوجها؟ ما الذي دفعه؟ إذا روت الفتاة لزوجها دوافع زواجهما فإن حياتهم الزوجية ستستمر. إذا روى الزوج دوافع الزوجية لزواج زوجته منه ستستمر الحياة الزوجية. أما إذا لم يعلم الزوج لماذا تزوجت به زوجته ولم يروي لها هذه الدوافع، لا شك بأن حياتهما الزوجية في وقت من الأوقات ستصاب بالتأزم وربما انتهت بالطلاق. عنوان بحث اليوم دوافع الزواج. يتزوج الناس لستة أمور، بعضهم تجتمع عنده هذه الستة، وبعضهم أربعة، وبعضهم ثلاثة، وبعضهم اثنين، وبعضهم واحد، لكن لا يخلو إنسان أو امرأة في زواجهما من دافع من هذه الستة. الدافع الأول الديني، والثاني الاجتماعي، والثالث الجنسي، والرابع دافع الوالدية، والخامس الدافع النفسي، والسادس دوافع خاصة. حديث حلقة اليوم عن هذه الدوافع. الدافع الأول هو الدافع الديني. عدد من الشباب يتزوجون لأن الله أمرهم. عدد من الفتيات يتزوجن لأنهن سمعن الأجور الكبيرة التي رتبها الإسلام للمتزوجات برعاية أزواجهن وأولادهن. دفعهم الدين نحو الزواج. والحق يا أيها الإخوة أن أنبل هذه الدوافع هو الدافع الديني. نحن المسلمين إذا وقفنا لنصلي لله تعالى وبعد تكبيرة الإحرام، أتذكرون ماذا تقولون؟ أنت تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، ثم تقول أو تقولي إن صلاتي ونسكي يعني سائر عباداتي ومحياي ومماتي لله، حياتي كلها لله، كل عيشتي أنا لله، أتزوج لأن الله أمر، أجتمع لأن الله أمر، نفترق لأن الله أمر، نأكل لأن الله أمر، عيشتي كلها لله تعالى. الدافع الديني هو من أنبل الدوافع. لذلك يا أيها الإخوة يا أيتها الأخوات، مهما استطاع أحدنا أن يرقى بدوافعه لتصل إلى حضرة الله تعالى فإنه يرقى في رقي العلياء
في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والحق أن الله إذا كان بين الزوجين فإن الله تعالى سيتولى الإصلاح بينهما، سيتولى الوفاق بينهما، سيتولى الجمع بينك وبين زوجتك. لكن إذا رفع الله، إذا رفعت أوامر الله، إذا رفعت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رفعت نواهي الله عز وجل من بيوتنا، فإن البيوت ستتحول إلى بيوت فيها تعاسة وفيها شقاء وفيها استغلال من الزوج لزوجته أو من الزوجة لزوجها. الدافع الديني هو أول الدوافع. الدافع الثاني هو الدافع الاجتماعي. لا زال الناس ينظرون إلى المتزوج نظرة سوية. يعني إذا بلغ الشاب منا عمراً جاوز 30 ولم يتزوج، يبدأ الهمس في جيرانه وأهله: لماذا لم يتزوج فلان؟ عنده مشكلة؟ فيه عيب؟ ما زال الناس ينظرون، ما زال الناس ينظرون إلى المتزوج نظرة سوية، وغير المتزوج ينظر له بنظرة ريبة. هذه الفتاة صار لها من العمر 28 سنة، لماذا لم تتزوج إلى الآن؟ في مشكلة؟ لذلك بعض الناس يتزوجون من أجل الدافع الاجتماعي، يقول يا أخي خلاص حنتزوج ونخلص من هالشغلة على عيني. بعض الناس لشدة الضغط ممن حوله، من أهله، من أصحابه، من جيرانه، يذهب نحو الزواج. الدافع الاجتماعي. في هذا الدافع نقطة مهمة. بعض الناس في أثناء زواجهم، رجل أو امرأة، هو مغرم بالعلاقات الاجتماعية ويحب جدا أن يقيم علاقات اجتماعية واسعة، وعندما تزوج وقبل زواجه كان يفكر ويتأمل ويتخيل ويتمنى اللحظة التي يتزوج بها، ثم يضع يد زوجته بيده، ثم يذهب هو وهي إلى بيت عمه أو إلى بيت خاله، فيسلم هو على عمه وتسلم زوجته على عمته أو على زوجة عمه، تجلس النساء مع النساء والرجال مع الرجال. هو كان يحلم بيوم يقرع باب عمه، باب خاله مع زوجته، يحب العلاقات الاجتماعية. الآن إذا جاءته زوجة لا تحب العلاقات الاجتماعية، سيؤدي هذا إلى شجار بينهما. هو تزوج، ومن أكبر الدوافع الذي دفعه نحو الزواج الدافع الاجتماعي، زوجته لا تحب الصلات الاجتماعية، هذا سيؤدي بينهما إلى صدام، إلى شجار. الزوجة الفطنة التي تنتبه أن زوجها تزوج لأجل الدافع الاجتماعي، تزكي عنده هذا الدافع، وما عليه، الإسلام يحب التواصل الاجتماعي، يحب الأسرة، يحب الأسرة الأكبر، يحب أن يجتمع كل أهل المدينة، بل كل أهل البلد، بل كل أهل الكرة الأرضية يجتمعون على طاعة الله تعالى. أحياناً الزوجة لها علاقات اجتماعية واسعة مع قريباتها، زوجها ينظر العلاقة الصحيحة يدعمها، العلاقة غير الصحيحة يبعدها أو ينصحها بأن لا تفعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. إذا كان الرجل غريباً عن النساء لا يجوز له أن يدخل عليهن. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو، يعني أخو الزوجة، أرأيت الحمو؟ ما حكمه أخو الزوج؟ إيش نفعل؟ قال: الحمو الموت. لا يجوز أن يدخل أخو الزوج على زوجة أخيه في حال غياب أخيه عن البيت. نعم، الإسلام يريد علاقات اجتماعية، لكن يريدها علاقات صحيحة، ولا يريد العلاقات الخاطئة. الدافع الأول في الزواج هو الدافع الديني، والدافع الثاني هو الدافع الاجتماعي. الآن الدافع الثالث هو الدافع الجنسي. عدد من الشباب يتزوجون لحاجة أجسادهن للعلاقة الخاصة مع المرأة، والفتيات كذلك. وبالمناسبة الشاب السوي هو الذي يشعر بالميل نحو المرأة، والفتاة السوية هي التي تشعر بميل نحو الرجل. وإذا شاهد شاب انعداما في هذا الميل، أو شاهدت فتاة انعداما في هذا الميل، وجب عليهما أن يراجعا عيادة خاصة في الطب النفسي
لإصلاح هذا الأمر، لأن الله عز وجل خلق الرجل يميل إلى المرأة وخلق المرأة تميل إلى الرجل، وهيأ لهما قناة نظيفة يقضيان بها هذا الميل وهذه الشهوة. والإسلام لا ينكر هذا الأمر، بل إنه يعززه في كل زوجة مع زوجها وفي كل زوج مع زوجته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها فلتجبه وإن كانت على التنور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت وزوجها عنها ساخط بات الذي في السماء يلعنها. هذا بالنسبة إلى المرأة. أما بالنسبة إلى الزوج، فإن القرآن عالج نشوز المرأة عندما تنشز المرأة، عندما تتمرد على أوامر الزوج، عندما لا تطبق أوامر الله في بيتها، فإن الله تعالى نصح الزوج في مراحل متقدمة في تربيتها وتأديبها أن يهجرها، لكنه قال: واهجروهن في المضاجع، في إشارة في حرف الفي إلى أنه لا ينبغي له أن يهجرها خارج المضجع، يهجرها في فراشها، لأن الدافع الجنسي يشكل دافعا أساسيا بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. ثم إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، ما وراء امرأة إلا تقول بقولي. قال: هاتي. قالت: لقد غلبنا عليك الرجال، يكونون معك ويجاهدون معك ويحضرون الجمع والجماعات ويفضلون علينا بالنفقات، فما لنا ونحن نرعى بيوتهم وأولادهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجالسين: هل رأيتم امرأة أحسن سؤالا من هذه؟ فسكتوا إقرارا. فقال: ارجعي فأخبري من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحدى كن لزوجها يعدل كل ما ذكرتي. إن المرأة التي تعتني بزوجها في علاقتها الخاصة معه، التي تعتني بزوجها في زينتها وطيبها، التي تتودد وتتحبب إلى هذا الزوج، إنها تبلغ رتبة كرتبة حضور الجمع والجماعات، وكرتبة الجهاد في سبيل الله، وكرتبة النفقة في سبيل الله تعالى. دوافع الزواج ستة: الدافع الأول الدافع الديني، والثاني الاجتماعي، والثالث الجنسي. نتابع الدوافع الثلاث الباقية بعد الفاصل، فكونوا معنا.